وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي يا شيخ عايزة أقول إن المشكلة بين أختي وزوجها، هي ألو نعم نعم أيوة يا شيخ، هي دلوقتي في مشاكل بينهم كتير، وكان حصل بينهم طلاق مرتين والاتنين وقعوا وهما بينهم طفلتين، وحاليا في بينهم مشاكل، خصوصا ان هو لازم بيرغمها ان هي لازم تروح لاهله، هو مسافر من اول من هو خطبها وبينزل ساعات اجازات، وهي بتطلب منه يا اما ينزل يقعد معاها يا اما ياخدها معاهم، وهو رافض وظروفي وواحد اهله مخليين جمعيات يعمل ويكون، وهي تعبت من عدم الاستقرار والحياه دي، وطالبه منه ان هو يقعد معاها يسافر، وهو دلوقتي مش راضي وبيجدد عقده على اساس ان هو ما ياخدهمش، ومضطر ان هي تروح لاهله غصب عنها. والسؤال، السؤال ايه؟ طيب السؤال ايه؟ ما السؤال الآن؟ حضرتك هو يجوز لي ان هو يجبرها ان هي تروح لاهله؟ لا ما يجوز له. هو دلوقتي عم شيخ بيجبرها، ولازم دلوقتي عايزين دلوقتي حد، هو ايه بتطلب ان هي تعيش معاه او ياخدها معاهم؟ مش دوت هو لها ظالم أصلا، كل هؤلاء الذين يلهثون وراء الأموال ويتركون نساءهم عشرات السنين، يأتي كل سنة أسبوع. ما سألش، لا شافها ولا شافه، وعايز يعمل قعدة ويسأل، احنا دلوقتي ما عايزين فيش مشكلة يعمل قاعدة، أنت ظالم أنت. مشكلة، احنا دلوقتي طيب اصبر عليا، اتكلم يا أختي، اصبر عليا اتكلم، اتفضل يا عم شيخ. القضية عامة ليست تخصك فقط، اصبر علينا نعطي المسألة حقها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، دأب كثير من المسافرين إلى، أو دأبوا على شيء، وهو البعد عن الزوجة سنوات، يأتي في السنة أسبوع أو أسبوعين ويرجع إلى الخارج، وهكذا يتكرر، قد يستمر هذا لمدة 10 سنوات أو أكثر، ومع ذلك طبعا هو مضيع لها حقها، ضيع لها حقها في المعاشرة وفي تربية الأولاد وفي غير ذلك، يأمرها بأوامر وهو في الخارج ويطلب منها الالتزام بها وهو مضيع حقها، يأمرها بأوامر، سننظر إلى هذه الأوامر إن كان في مقدورها وإن كانت من حقه عليها فعلت، لكن إن قال لها اذهبي إلى أمي بلدة أخرى مثلا زوريها، طيب أنا لا أستطيع، أنا مشغول، ما هي مشغولة في الأولاد، أو أن أم، أو أن أمه امرأة معقدة من الحموات المعقدات، فأحيانا يطلب وينسى الذي عليه لزوجته، لزوجته عليه حق، لزوجته عليه حق أن تعف، حق الزوجة أن تعف، حق في أن يشاركها في تربية الأبناء، لا يترك الأبناء لها ويذهب يجلس سنوات، لأنها ليست سنة ولا سنتين، بعضهم أكثر من 15 عاما على هذا المنوال. هي متزوجة من حوالي 4 سنين، وما عادش معاك حاليا غير سنة ونص، فين بركة ده، انت احسن من غيرك بعدين بكثير، يعني بين ساعات بين عمل احسن من غيرك بكثير. السلام عليكم.